بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، اللهم يا جليل يا ذا الجلال والإكرام، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، الذي تجليت عليه بصفة الجلال فحليته بالهيبة والوقار، فلم ينظره إنسان إلا أخذته رعدة تحميه من سلطان جمال طلعته، فصار جلاله نقابا لجماله، فلا يفتتن ناظره كما حدث لصواحب يوسف، ولا يتجرأ عليه سفيه لكمال تواضعه، فصار الجلال حصنا احتمى فيه الجمال، توقيرا له من السفهاء وأهل الجرأة، وحماية لأصحابه من سلطان جماله، فصلاة أجل بها قدر هذا النبي، صلاة أجل بها قدر هذا النبي صاحب الجلال والجمال، فنحتمي بحماه ونسلك سبيله سبيل الرشاد، وتورثنا شيئا من جلاله يحمينا من تطاول أهل الجرأة علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا كريم، في ذاتك رفعة وفي صفاتك جمالا وفي أفعالك عطاء وبذلا قبل طلب الطالبين، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كريم الذات شرفا ورفعة، جميل الصفات خلقا وخلقا، دائم العطاء من خزائن رب العباد، وكيف لا وقد أرسل رحمة للعالمين، ففي كرمه كالسحاب المرسلة تعم كل العباد والبلاد والدواب، فهو للأكوان اليد العليا التي هي خير من اليد السفلى، فصار عائلا للأكوان من خزائن الكريم، ووجدك عائلا فأغنى، صلاة تورثنا كرما ورفعة في ذاتنا، وجمالا في أوصافنا وأخلاقنا، وعطاء لكل من سألنا ورجانا، حتى نسع الناس بأخلاقنا إن لم نسعهم بأموالنا، يا الله يا غني يا كريم. أما بعد، نكمل قراءة وشرح الكتاب بهجة النفوس وتحليها لمعرفة ما لها ومعاليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وزواره في الدارين، آمين. الحديث 52، انت مرقمه عندك كام؟ 53. في خطأ، انا عندي برضو 53 بس هو حقه 52. اما تعد من الاول. لا، امبارح احنا قلنا 51. لا 52. حد بقى يراجع لنا الكتاب من الاول ويثبت لنا العدد، لان انا راجعت هنا فلقيت ان العدد اخطأ الكتاب. حد يراجع لنا هذا الموضوع ويقول لنا بكره في الدرس. في كتاب من اول الكتاب حديث 1 2 3 هتلاقي فيه سقط، يعني هتلاقي نقط واحد. على اي حال مؤقت، هو حديث 52 حسب العد بتاعنا، وان كان النسخه اللي عندي مكتوب عليه حديث 53. بدايه الجزء 43. ما انت تراجع من الجزء الاول من اول حديث واحد، تمشي وراه كده، لان النسخ اللي موجوده نسخ التوراه محرفه وعايزه تراجع للاسف، هذا الكتاب لم يخدم. حديث تحيه المسجد والامام يخطب. باسنادنا المختصر عند شريفنا جزاهم الله عنا خير للامام البخاري في صحيحه باسناده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع. هذا الحديث طبعا كان من ضمن الأحاديث اللي الشافعية بيّنوا أنه يشرع صلاة تحية المسجد أثناء الخطبة، لو دخلت والإمام يخطب يشرع لك أن تصلي تحية المسجد والإمام يخطب، ولكن تقرأ فيها الفاتحة، تقرأ السورة، تعمل الفرائض بس لأنها للضرورة.
مش تقرا بقى الفاتحه وسوره وتقعد تتولى، يبقى تخش تصلي ركعتين تتجوز فيهما، يعني تقرا الفاتحه فقط وتركع، والركعه الثانيه الفاتحه فقط وتركع، تخلص تقعد تسمع الخطبه. ده راي الشافعيه في المساله، وهو قول عند المالكيه غير مشهور في مذهب. عند الاحناف والرأي المشهور عند المالكيه انه لا يصلي تحيه المسجد والامام يخطب، يعني اذا دخل وجد الامام بالخطبه يقعد يسمع الخطبه. كويس؟ فهنشوف مناقشه سيدنا ابن ابي جمره. ابن ابي جمره مالكي، والمالكيه بيحبوا يرجحوا راي امامهم. ليه لم ياخذ بهذا الحديث؟ وليه الشافعيه اخذوا بهذا الحديث؟ ويبتدي يتناقش. هو معظم الاوجه بيحاول يناقش احتمالات هذا الحديث ومعناه ايه، وازاي الفقهاء فهموا منه احكام في ظاهرها ان ده فقيه ذهب الى خلاف الاخر ودليلهم واحد. فهمت المساله؟ عشان كده هي مساله يعني خلافيه، يريد ان يبرز ويرجح من خلال ابرازه راي المالكيه في المساله، لان هو مالكي واحنا شافعيه، هنرد عليه في اثناء الكلام لا باس. يقول ظاهر الحديث يدل على جواز تحية المسجد والإمام يخطب والكلام عليه من وجوه. الوجه الأول، الحديث الذي يعارضه وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يعارضه تاني، خد بالك، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة ودخل رجل فجعل يتخطى، يعني هو جاي متأخر وبيتخطى كمان رقاب الناس عايز يقعد في الصفوف الأمامية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آتيت وآنيت. قال له اجلس، ما قال له صل. فهمت بقى المسألة؟ الشافعي قال له اجلس هنا يعني قف مكانك، يعني كفاية تقدم، مش اجلس معناه لا تصلي تحية المسجد، يعني كأنه بيقول له قف مكانك ولا تتقدم. فهموا الشافعي منها كده؟ فهموا الملكية انه قال له اجلس وما تصليش لأنه كان بيخطب فقعدوا. واضح؟ يبقى الحديث، وان كان في حديث مر في صحيح مسلم بصريح العباره كده، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جئت والامام يخطب يوم الجمعه فصل ركعتين وتجوز فيهما، بنصه كده صريح مريح، وخد به الشافعيه، واخد بالك؟ الحديث الصريح المريح صحيح مسلم. واضح؟ الشافعية يعني مذهبهم تلاقيه قوي في المسألة من حيث النظر في الأدلة، لأن هم العلماء ابتدوا يصرف كل حديث على علة معينة. الوجه الثاني، فيه دليل على منع التحية والإمام يخطب، ومن أجل هذين الحديثين وقع الخلاف بين الإمامين مالك والشافعي. حقه كان يقول أبو حنيفة كمان، بس لكن على أي حال ايه، على اساس ان دول اشهر مذهبين كانوا، يعني ايه الظاهر يعني هو بيدرسهم، يعني الامام ابن جمره كان بيدرس المذهبين دول اكثر ما يدرسهم. وقع الخلاف من اجل هذين الحديثين، وقع الخلاف بين الامامين مالك والشافعي رحمهم الله. فالشافعي اخذ بالحديث الاول اللي هو لما قال له قم فاركع، وهو جواز الصلاه والامام يخطب، وعلل الثاني بأن قال إنما أمره بالجلوس من أجل علة الإذاء. ومالك أخذ بالثاني وهو منع الصلاة مع الخطبة، وعلله الأول بأن قالوا إن الرجل لما قال له قم فاركع، الإمام مالك بيعللها بيقول لك أصل الرجل ده كان رص الثياب، فأراد النبي أن يلفت الانتباه له، يقوم الناس تتصدق عليه. وخد بالك، ده تعليل المالكي، وكذا تعليل الأحناف في المسألة، لأن قالوا إن الرجل كان رف الثياب فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمره بأن يقوم فيه فيصلي فيتصدق عليه. وكلا العلتين فيما يظهر والله أعلم ليست بالقويتين، بدليل احتمالهما معان أخرى. فإذا احتمل الموضع معان فليس أحد المحتملات يكون علة يناط بها، ويكون مثل الأدلة إذا تعارضت ينظر الدليل من خارج، يعني لما يجي لك ده يعارض ده يتساقط، وتدور على دليل من خارجه ترجح بيه. فهمت ازاي؟ يبقى لو ده يعارض ده يبقى تساقط. طيب ارجح ازاي؟ ابحث بقى من دليل اخر خارجه،
واخد بالك ادي مثلا او يؤخذ احد المحتملات من اجل الخلاف الذي في الادله اذا تعارضت وهي اربعه اقوال فترجح الاول فنرجع الان نبين احتمال كل حديث. فاما الحديث الاول وهو الذي قالت المالكيه عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يقوم فيتصدق عليه فيتصدق عليه فهذه دعوة لا تصح الا اذا روي عنه صلى الله عليه وسلم ذلك كما قال عليه السلام في لحم الاضاحي انما نهيتكم من اجل الدافه. يعني لو كان النبي قال بعد ذلك انما امرته ليركح حتى تتصدقوا عليه كنا صدقنا الملكي، لكن النبي ما قالش كده، قال لكم فاركعوا وخلاص. فهم؟ واما الاحتمال الذي يحتمل زائدا على هذا الوجه الذي قالوا من الاحتمالات ان يكون عليه السلام قال له ذلك وهو قاعد على المنبر لم يشرح في الخطبه بعد. يعني افرض ان الامام كان قاعد والاذان شغال لسه ما شرعش الخطبه ودخل، فالنبي قال له قم فاركع لانه لسه لم يشرع في الخطبه. احتمال تاني بقى، واخد بالك؟ او انه في اخر الخطبه بعد وهو في لحظه الدعاء الاخير ده كان الخطبه خلصت، فدخل هو في اللحظه دي وقال له قم فاركع. تحتمل دي وتحتمل دي وتحتمل كل الاحتمالات دي، عشان كده يقول لك ان الحديث ده طالما تطرق عده احتمالات فيه فما تاخدوش عله الحكم، دور من دليل اخر. لان العرب تسمي الشيء بما قرب منه، واحتمل ان يكون على اخر الخطبه ويصدق عليه ان يقال وهو يخطب ايضا، واحتمل ان يكون ذلك قبل ان يؤمروا بالانصات للخطبه، واحتمل أن تكون تلك الخطبة وإن كانت يوم الجمعة لأمر آخر من خطبة الجمعة. كان بيديهم خطبة مثلا بعد ما صلوا الجمعة وهو دخل في الوقت ده، محتمل برضه. وإن كانت يوم الجمعة لأمر آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر خطب الناس وألقى إليهم ذلك الأمر وما بدا له فيه. وهذا والله أعلم أظهر، يعني هو بيرجح ان دي ما كانتش خطبة جمعة، لما قال لكم فاركع ده النبي ما كانش بيخطب خطبة جمعة، الظاهر كان بيخطب لهم خطبة كده درس او لامر طرح بعد ما كانوا صلوا الجمعة. واضح ده كده الترجيح سيدنا ابي جمرة بيرجح هذا الاحتمال، يعني وان كان لا يلغي الاحتمالات الاخرى. وهذا والله أعلم أظهر بدليل قوله عليه السلام للداخل أصليت يا فلان؟ قال لا، قال فكن فاركع. لأن هذه الخطبة لو كانت للجمعة ما قال له صلى الله عليه وسلم أصليت، لأن وقت الصلاة لم يدخل بعد. دي أسباب ترجيح، يعني واضح، لأنه ما كانش لسه عليه صلاة جت عليه، يبقى دي كانت بعد الجمعة، وربما يكون هو ده دخل وما كانش صلى الجمعة خالص، يبقى عليه ضهر، فقال له أصليت يا فلان؟ إذا كانت راحت عليه نومه على مجال جامع كانوا صلوا الجمعة والنبي عاد بيخطب للناس، فهو افتكر أنها لسه خطبة الجمعة وهي كانت خطبة في غير الجمعة. دي الاحتمالات يعني اللي هو بيربطها في ذهنه، وبالتالي النبي قال له أصليت يا فلان لأن جت عليه صلاة وفاتت، لكن مش هيقول له أصليت يا فلان وبيخطب الجمعة لأن هم لسه ما صلوش. واضح؟ مش بيكون قصد الرسول صليتها في حيط المسجد؟ ما هو تحتمل، ما هو عايز يصرفها لوجود احاديث اخرى لما قال له ايه؟ اجلس مكانك. وفي روايه ثانيه هو عايز يوفق بين الادله. احنا على فكره بنشرح وجهه نظر ابن جمره وان كنا غير متبنيينها، بس احنا بنشرحها. فهمتني ازاي؟ مش معنى ان انا بشرحها ان انا متبنيها، ممكن ابقى انا مخالفها ما يضرش، لكن انا بشرح وجهه نظره، طريقه تفكيره، ترتيب ذهنه في سياق الادله، وده نقطه مهمه. لما تيجي للمقابل لك إن كان هناك رأي يقابلك لازم تعرف طريقة تفكيره وترتيبها وتسلسلها وأدلتها، ولما تيجي تشرحها كأنك متبنيها عشان يبقى عندك حياد ويمتبقى المسألة. فإحنا ده اللي إحنا بنعمل، إحنا بنقول كلامه كأن إحنا متبنيين، وإن كنا إحنا شافعية عارفين رأينا بمخنا راكب، لكن إحنا متبنيين هذا، فبنتبنى الوقت كلام بيقول لك، يعني بيقول لك ليه؟ اصله بيقول له اصليت، لو كانت خطبه الجمعه ما جاتش وقت الصلاه لسه. ده طريقه تفكيره، فاكيد يبقى في صلاه جت وفاتته فالنبي بيساله عليها. واضح؟
وتكون صلاة فريضة، ويبقى فاتته الجمعة وبيقول له أصليت، يعني أصليت الظهر بدلا عن الجمعة التي فاتتك أم لا؟ فهمت بقى المسألة؟ هو عايز يفكر بالطريقة. لأنه لا يجوز لأحد أن يصلي يوم الجمعة الظهر حتى تفوته الجمعة قطعا، وأنه إن صلى والإمام يخطب أو لم يصلي بعد فإن صلاته لا تجزئه، والذهاب يوم الجمعة للجمعة إنما يكون قبل الوقت وهو التهجير، وأكثر ما يتأخر المتأخر أن يجيء والإمام يخطب كما فعل هذا فلا يتقدم له وقت يمكن له فيه صلاة، فكيف يصح أن يسأل النبي أصليت يا فلان؟ فبهذا التوجيه سقط دليل الشافعية بالحديث نفسه إن دي ما كانتش تحية مسجد، ده هو بيقول له قوم صلي الفرض اللي فاتك. واضح؟ وهو من القوة بحيث لا يخفى، ده من وجهة نظره، يعني الترجيح ده من القوة بحيث لا يخفى. وهذا إن كان المراد بقول أصليت صلاة الفرد، وأما إن كان المراد بقول أصليت الفرد، كتبها بالدال ولا بالضاد؟ فرد بالدال. بالدال هي حقها الفرد اللي فات، الفرد منفردا، يعني صلاة الفرد منفردا اللي فاتته يعني. وأما إن كان المراد بقول أصليت تحية المسجد وهو الظاهر لقول عليه السلام قم فاركع ولم يقل فصلي، فبطل هذا الجواب والله عز وجل أعلم. نقض نفسه. أيوه. الوجه الثالث فيه دليل على أن صلاة الداخل يوم الجمعة والإمام يخطب ممنوعة، قد ثبت الحكم لذلك عندهم من أجل أن الصحابي رضي الله عنه دخل والنبي يخطب فظن أنها خطبة الجمعة فقعد، ده عايز يثبت من قعوده إن هو ده الحكم المستقر الذي لا يخفى على الصحابة، فلما دخل قعد ظنا منها أنها خطبة جمعة، ولما كانت مش خطبة جمعة النبي قال له كن فرق نبهه. فهمت بقى المسألة؟ فشفت يبقى دليل واحد يستنبل منه عكس ما تستنتج انت. أنا بفهمك إن الفقه واسع وتفكير العلماء أوسع من تفكيرك، علشان كده لازم تفهم طريقة تفكير كل عالم في المسألة، لأن بيقول لك ده لا يخفى على صحابي يعني إن هو داخل يصلي جمعة ولا النبي بيخطب قاعد، يبقى ده الحكم المستقر لأنه ما بيصلوش والنبي بيخطب، لكن النبي ما كانش بيخطب جمعة لأنه ما كانش عندهم ساعات وكان خلص الجمعة خلاص، ودي كانت خطبة تانية، فلما قعد النبي نبهه وقال له كن فاركع لأنها ليست جمعة. فهمت بقى؟ دي وجهة نظر برضه. وفيه دليل على أن صلاة الداخل يوم الجمعة والإمام يخطب ممنوعة، قد ثبت الحكم بذلك عندهم من أجل أن الصحابي رضي الله عنه دخل والنبي يخطب فظن أنها خطبة الجمعة فقعد ولم يصلي، ويكون أمر النبي له بالركوع فيه من الفقه وجهان. الوجه الأول أن الركوع والخطيب يخطب ما عدا الجمعة، ما عدا خطبة الجمعة جائز، دي أول حاجة. الوجه الثاني احتمل أن الوقت الذي قال عليه السلام فيه أصليت كان بعد أداء العصر كمان. الظاهر الصحابي ده في وجهة نظره إنه نام نومة طويلة صحي ورايح يصلي الجمعة، كانوا صلوا الجمعة وصلوا العصر والنبي بيديهم خطبة بعد العصر، فهو داخل ما كانش فيه ساعات، تصور إن هم قاعدين بيعملوا خطبة الجمعة، بدليل أنه عليه السلام لم يأمره بالركوع إلا بعد أن قال لو أصليت، فدل أنه لو قال لو صليت لم يأمره بالركوع، لأن الركوع بعد صلاة العصر ممنوع، لأن عندهم برضو تحية المسجد بعد العصر ممنوع. كل ده بيحاول إيه؟ يرجحه على وفق مذهبه. فهمت بقى المسألة؟ كلها احتمالات مش سيدنا وهو خلقه سيدنا جابر هو رواه الحديث وقال الصلاة وسط الناس يوم الجمعة، ما يوم الجمعة مش شرط اللي هي خطبة الجمعة، يعني هو وجه نظر. ما هو النبي كان بيخطب الناس بعد العشاء، بيخطب الناس بعد المغرب، بيخطب الناس بعد صلاة الجمعة، ممكن يخطب الناس بعد العصر. طارق فهمتني بقى ازاي؟ هو بيقول لك يعني ان يحتمل، هو بيبين لك وجود الاحتمالات حتى لا يكون هذا الحديث في حد ذاته كده دليل للشافعية. يقول لهم يا شافعية الحديث ده يحتمل حاجات كتيرة قوي، ابعدوا عنه. الشافعية قالوا له خلاص مش عايزين، راحوا لصحيح مسلم طلعوا له حديث صحيح صريح مريح. واخد بالك ازاي؟ صحيح مسلم بيقول إذا دخل أحدكم والإمام يخطب الجمعة
فليركع ركعتين يتجوز فيه. خلاص ابعد عن ده يا ابو جمر، تعالى في الحديث ده. فهمت بقى المساله؟ فما بيغلبوش الفقهاء مع بعضهم لطاف يعني، يعني تلاقي مناقشاتهم مع بعض في الفقه المقارن في منتهى اللطافه جميله، وفي نفس الوقت ما فيهاش حد يعيب في حد ولا يشتم حد ولا يعمل يقول له ضلالي وفي النار ومش عارف الكلام بتاع اليومين دول ده ما كانوش يعرفوش. الوجه الرابع فيه ايضا تقويه لمنع الركوع بعد العصر، ويكون ما فعله من اجل العذر، فان اعترض معترض، يعني هو بيدي احتمال ويبني عليه احكام. فهمت ازاي؟ فان اعترض معترض زي حالتنا ويقول وكيف يكون الصحابي يقعد حتى يخرج وقت الجمعة ولا يصلي ولا يعلم هل صلى الناس أو لم يصلوا حتى يأتي بغير وقت الصلاة ويظن أن هذا الوقت هو وقت الجمعة؟ فالجواب أن هذا ليس من قبيل المحال بل هو من قبيل الممكن الجائز، فإنه قد ينام الشخص إلى أن لما جرب ولا يستيقظ لصلاة الظهر، وقد يجيء والناس يصلون العصر ويظنه الظهر ولا يعلم حتى يرى بعد ذلك بيسير الشمس قد اصفرت فيسأل عن العصر فيقال له ذلك الذي صلينا قبله بيسير وصليت معنا كان العصر، فقد يحلف أنه ما صلى معه إلا بنية الظهر، وكثيرا ما يقع ذلك في الأيام القصار زي أيام الشتاء يعني، أو يكون في شغل ضروري قد أشغل خاطره ولا يلهم إلى الصلاة يعني نسي إلا مع أذان العصر وهو يظنه ظهرا حتى يأتي الله بمن ينبهه على ذلك، وهذا كثير وقوعه فلا يمتنع ما قلنا. وأما حجة الشافعية بالحديث الثاني الذي قال عليه السلام فيه اجلس فقد آذيت إنما أجلسه من أجل الإذاء والصلاة جائزة، اللهم إن سلم الإجلاس كان من أجل الإذاية فلا اعتراض عليه لأنه نص في الحديث. وأما كونهم يقولون الصلاة جائزة احتمل جواز الصلاة وضده، طب منين أنت قلت لي الصلاة جائزة؟ ممكن برضو يقول له بس عشان أذيت وعشان ما فيش صلاة. فهمت إزاي؟ احتمل جواز الصلاة وضده، فإذا وقع الاحتمال بطل الدليل، لكن بالبحث المتقدم صح القول للمالكية ولا يكون بالاحتمال الذي ذكرناه أنف التعارض بين الحديثين. وقد خرج مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال له من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين خفيفتين، فإن صح فهو هذا فهو نص في الباب لا يحتمل التأويل. ومن أصل هذا جاء في مذهب المالكية قوله على نص الحديث أنه من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين خفيفتين، اللي هو القول غير المشهور عند المالكية الموافق لمذهب الشافعي. فهمت بقى المسألة؟ ها؟ ومن أصل هذا جاء بمذهب هي من أجل أنت مين اللي طبع الكتاب ده؟ مكتبة توفيق، ربنا يوفقهم. توفيق دول أخرين مش سهلين ما بيراجعوش كتابهم كويس، يا رب وفقهم ومن أجل. بس في الحتة دي الظاهر جدعان فيه جدعان. وما ذكرنا أولا ظاهر الحديث ومعارضته بالثاني إلا تأدبا مع من تقدم، لأنهم رضي الله عنهم لهم الفضل علينا. بعد ما قاعد يعارض ويتكلم بقى بيقول لك إيه، بيقول لهم هم برضو ليهم الفضل علينا وهم علماءنا وهم أجلتنا، يعني بيلتمس لهم العذر، مش زي بقى بتوع اليمين يقول أخطأ مش عارف مين ويقول اسمه كده على طول. لا، وما ذكرنا أولا ظاهر الحديث ومعارضة الثاني إلا تأدبا مع من تقدم، لأنهم رضي الله عنهم لهم الفضل علينا ولا ينبغي لأحد أن يكحد فضلهم علينا، فإن ذلك غباوة وجهالة. وإن كان بعض المواضع فتح فيها على من تأخر أكثر مما فتح على من تقدم فليس ذلك مما يخل بجلالة منصبهم، وإنما ذلك من طريق المن من المولى الكريم ليبقى للمنكسر القلب بالتأخير شيئا يجبره به. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه، فجعل للآخر البعض والأكثر للمتقدم. ولحكمة أخرى
لأن تبقى عجائب الكتاب والحديث وفوائدهما لا تنقطع إلى يوم القيامة، ولفائدة أخرى أن تبقى النفوس تتشوف إلى استمطار الفضل من الفتاح العليم لقوله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله. فلو كانت الفوائد قد فرغت لما كان يحصل للمخاطب المتأخر من فائدة معنى هذه الآية والأحاديث شيء. وقد قال صلى الله عليه وسلم في القرآن إنه لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الترداد، لكن هذا إشارة إلى أن ما يفتح لمن تأخر لا يمكن أن يكون مخالفا لجميع من تقدم، غير أنه إما أن يقوي ضعيفا من الأقوال أو ما كانوا هم رضي الله عنهم أخذوه بإجماع يأتي المتأخر فيه إذا فتح له بدليل واضح أو زوال إشكالي بحجة قائمة اشتغل من تقدم عن ذلك. يعني بيقول لك أن برضو اللي يجي إما هيبقى ترجيح لأحد الآراء السابقة أو رأي لا يخالف إجماع. أما ما كان لهم به اهتمام لندورته أو أما ما كان ذلك الإشكال عندهم إشكالا لقوة إيمانهم، فما جاء في المتأخر مع ضعف الإيمان وقلة الفهوم عاد مثل الجبال، فيظن الظن بجهله أنه أتى بشيء لم يقدر من سبقه على مثله، وهذا مما قدمناه جهل بالعلوم وبأهلها. يعني ساعات انت ايه ربنا يبين لك معنى صغير تفتكر نفسك بقيت انت افضل منهم بكتير، وده بالنسبه لهم اللي انت شايفه المعنى ده اللي هو مثل الجبل هو عندهم ذره من ذرات فهم ولم يلتفتوا اليه، وانت ايه كبرت وقال وعملت ايه بروزته واعتقدت انك انت سبقتهم. يعني فإن خالف ما ظهر له كل من تقدم من طريق ما تقتضي قواعد الشرع فيتهم نفسه. افرض بان لك معنى لكن يخالف الاجماع وكل السابقين، يبقى لازم تتهم نفسك بقى وما تسميش نفسك مفكر اسلام، ويجي في الفضائيات ويقعد يعك ما ينفعش، يبقى يتهم نفسه بقى لما يلاقي نفسه جيله فكره مخالفه لكل من سبقه وتكره على الشرع بالبطلان، يبقى هنا يتهم نفسه مش يعلنها ويقول انا اتضح لي معنى غاب عن الكل. معنى ايه ده؟ معنى يكر على الشرع بالبطلان. فهمت بقى المسألة؟ فلا بد يبقى ايه مما يطرأ لك من فهوم ألا يكر على الشرع بالبطلان وألا يخالف كل من سبقوك، بل يضيف معنى جديد دون أن يخالف السابق. فإن في عين كمال فهمه نقص لا شك فيه، بدليل أحدهما منطوق به وهو قول صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والدليل ان النبي قال خير القرون قرن وانت جاي من القرون المتاخره، فما تقولش بقى تيجي حاجه تخالف القرون كلها المتقدمه، ده اول دليل. والاخر الاجماع، بالاجماع ان عمل المتقدمين اقوى من عمل اهل وقتنا، والعمل هو ثمره العلم، فاذا كانت ثمرتان ثمره الواحده خير واكثر من الاخرى قطع بالجزم ان الذي ثمرها اكثر واحسن خير من الأخرى. لا شك أن عملهم كان أقوى من عملنا، وعملهم كان مبني على علم، فيبقى علمهم أكثر من علمنا لأن عملهم أكثر من عملنا. ده اللي عايز يقوله. يعني الوجه الخامس، فيه دليل على جواز الكلام في الخطبة إذا كان فيه مصلحة في الدين، يؤخذ ذلك من قطعه صلى الله عليه وسلم الخطبة بكلامه مع الرجل ويترتب عليه من الفقه أنه إذا كان المرء في عبادة ويمكنه عمل آخر بلا خلل يقع في الذي هو بسبيله جائز ما لم يمنع من ذلك، ما لم يمنع ذلك وجه من وجوه الشرع. ولهذا المعنى أجاز بعض الفقهاء أنه إذا كان أخذ في نافلة، يعني بيصلي صلاة نافلة، وقرع الباب من له في دخوله مصلحة وبابه خبط وهو كان منتظر واحد مهم، وأنه إن تركه حتى يتم صلاته يتم ما هو فيه أنه يروح عنه ولا يجده يمشي، أنه يقول ادخلوها بسلام آمنين وهو جوه الصلاة. ده بعض الفقهاء، طبعا الشافعية عندنا لو عمل كده صلاته بطلت، واضح؟ فيها تفصيل في المذهب، يعني إذا قصد التلاوة مع التنبيه يكره، وإذا قصد التنبيه دون التلاوة بطلت بالإجماع، واخد بالك؟ يعني فيها تفصيل ليشير إليه أنه في صلاة، وهذا عندي فيه نظر لأنه ينطق بالقرآن على خلاف ما أمر به، فأولى من ذلك أن يباح له اليسير من الكلام الذي فيه الخلاف من أجل الضرورة. عند المالكية يجوز الكلام القليل داخل الصلاة من أجل المصلحة،
يعني ما كده يقول له بدل ما يقول له خلاص سلام على مين يقول له ايه انتظر ويكمل صلاته. واخد بالك؟ من اجل ضروره. ودي صلاتنا فعلا، ده راي الملكيه. الشافعيه ما عندهمش الشغل ده. عند الشافعيه لو ناوي هو منتظر واحد مهم يوارب الباب ويقف يصلي، ويقف جنب الباب يصلي، لما يجي يقول له سبحان الله وخلاص يفاقم انه بيصلي فينتظر ويحل المشكله يعني. ليسلم بذلك من التهاون بالكتاب العزيز، والله المرشد للصواب بمنه، والله تعالى اعلى واعلم. راجعوا لنا بقى ترتيب الاحاديث وارقامها يا جماعه وردوا علينا غدا ان شاء الله. ها؟ ايه؟ الحديث بتاع النهارده هو 52 مش 53. شفت بقى؟ صدقته بقى؟ اصل انا زمان انا كنت مراجع الكتاب ده زمان اول ما اشتريته، والترقيم ده قديم عندي. صفحه 269 الحديث بتاع خلق التاريخ وبطن امي هو 24 مش 23. اللي قبليه كان 23 فالمربع كان 23 ده يعني كرروه مرتين. ففضل ناقص مره. وبعد في الجزء الاولاني بدا الجزء الثاني بزياده واحد، يعني الجزء الاولاني خلص 42. يبقى الخلاصه ان انت تزود في الترقيم، يعني تقلل في الترقيم واحد من اول الحديث 43 يبقى حديث 42 وخلاص على كده. نكمل مظبوط كده جزاك الله خير. يبقى صحح بقى عندي 23 مرتين. ها؟ 23 مرتين. طيب ما خلاص يبقى عندك كده، هيبقى عندك الترقيم ناقص واحد زي واحد. ها هتنقص واحد. عندي حديث 23 و23 ده. طيب احنا عندنا هنا زي واحد مش ناقص واحد. راجعها بقى انت واقتنع كده براحتك النهارده ورد على ابوك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. احنا مالناش دعوه، اقعد في البيت بكره على رواقه كده مع نفسك وحلها لنا. اللهم يا رقيب صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الذي كان من تمل رقابته لربه تنام عينه ولا ينام قلبه، صار محلا لتجليات مولاه المنعكس منه على سائر الأكوان رحمة للعالمين، مراقبا للأكوان الإقابة رحمة وهداية وشفاعة وحب وبرهان، صلاة نتعلق برقيب حياء من رقابته فلا نعصاه، ورقابة لقلوبنا فلا تغفل، ولأرواحنا فلا تفتر، ولأسرارنا فلا تغيب عن رؤية مولاها، فنقوم بحق الرعاية لظاهرنا وباطننا، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وأن نرقب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في آل بيته قياما بحقهم وفناء في حقهم، وأن نرقب الله في خلقه فلا نظلمهم ولا نخذلهم ولا نحقرهم بل ننصحهم ونرعاهم لوجه الله، يا من هو على كل شيء رقيب كما قال الله في الحديث القدسي الخلق عيالي وخيركم خيركم لعيالي. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.